أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على متانة العلاقات التاريخية والشراكات الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، وما تشهده مسارات التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين من تقدم ونماء متواصل على كافة الصعد، لا سيما على الصعيدين العسكري والدفاعي منها، وصولا لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار المسؤولين، الفريق أول بحري نافيد أشرف رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث أشار سموه إلى الحرص المشترك على مواصلة توطيد أوجه التعاون والتنسيق بين البحرين وباكستان في كافة المجالات، لافتا سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق للدفع قدما بالعلاقات البحرينية الباكستانية نحو مستويات أكبر من العمل والتعاون المشترك بما ينعكس على البلدين والشعبين بالخير والنماء. أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الحيوي لجمهورية باكستان إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز السلام والاستقرار في المنطقة، لافتا سموه إلى إسهامات الجالية الباكستانية ودورها في رفض مختلف المسارات التنموية في المملكة. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب الفريق أول بحري نافيد أشرف رئيس هيئة الأركان القوات البحرية بجمهورية باكستان الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام بتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين وتعزيز مسارات التعاون، وبخاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري والدفاعي بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة، متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار.